هذا بتفوت البيت السلام لا صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مدينة سطة البيضاء. جمعة مباركة بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا الأجواء الصباح، الجو زوين ما شاء الله. اليوم الجمعة أكيد يوم عيد عند المسلمين كاملين، نتمنى إن شاء الله النهار يكون لكم بخير وعلى خير وتكثروا فيه من الدعاء لله عز وجل، لأنه إن شاء الله تعالى أي حاجة مقبولة بإذن الله عند الله.